يا حاج عادل، ازيك يا حاج عادل؟ اتفضل. الله يخليك يا استاذ سامح، يا اهلا بيك. والله كنا كلمناك علشان مشكله الصرف الزراعي اللي هي فين بالظبط؟ اللي هي في مركز الدرنجات الخياليه في الدرنجات. ايوه البحيره. تمام. الصرف دي يا دكتور يا اما تيجي وضعنا في حال، يا اما نسيبه الارض من غير ما نزرعوها، تمام، دايما نخسروا عليها مصاريف ايوه وما بنحصدوش منها. تمام. انت بلغتني بالمشكله دي، اسمعني بس عشان فاكرها، بتاعت الدرنجات، واحنا كلمنا وكيل الوزاره وعملوا لها معاينه، ودي علشان تتحل، مش هتتحل في يوم وليله. انت عندك صرف معمول بقاله سنين محدش بص عليه، ف بلاش اسلوب التهديد. يعني ايه؟ يا اما تيجوا تشوفوا لنا حل، يا اما مش هنزرعها. هي الارض بتاعت مين؟ هو احنا يا دكتور احنا زرعنا الارض، روينا الارض من اسمعني جيب بس. خمس اسمعني بس. انا انت لما بتقول لي، انا كلمتك قبل كده، عندنا ساعة صدر ان احنا نتكلم معاك مئات المرات، وفي كل مرة نسمعك ونتابع مع المسؤولين وما بنزهقش، لان ده دورنا، ولازم ناخد حق الفلاح من المسؤول، لازم نجيب له حقه. فالفلاح كمان لازم يبقى معانا، ما يقوليش اصل انا لو ما عملتليش الصرف انا مش هزرع دي ارضك، براحتك. يا انما دكتور احنا في الاخر عايزين نحافظ على بلدنا، عايزين نحافظ على ارضنا. انت عندك مشكله، وانا بقول لك انت عندك مشكله، الناس سابتك سنين طويله، ما حدش وقف جنبك ولا حد شاف الصرف، وانا بقول لك ده كان غلط. انما النهارده انا بقول لك احنا كلمنا وكيل وزاره الري والصرف، في معاينه اتعملت، احنا هناخد منه رد امتى هتتم عمليه الاحلال والتجديد، لان المكان لازم يكون فيه احلال وتجديد دلوقتي، مش هينفع عمليه تسليك بس. تمام. فتابعني انا يعني حضرتك. عزيز من حضرتك، احنا روينا الجمح من قيمة اربع ايام، تمام، فقام الهواء بتاع البرع اول امبارح المية واقفه فيه، رجدته وتعالوا علينا على الطبيعه. انا مصدقك. تعالوا علينا على الطبيعه، مش لاقيين نصفهم. ده هيعمل رؤاد في القمح ويضيع لك نسبه كبيره جدا من المحصول. يعني يا ريت المسؤولين يبقوا سامعيننا، واحنا هنكلمهم، يعني حتى اللي مش سامعني دلوقتي ده احنا هنتابعه وهنبلغه المشكله مره واثنين وعشر. الناس دي عندها مشكله، الناس دي الدوله عندها سياسه وعندها استراتيجيه في الزراعه بتطبقها وبتنفذها. انت كمسؤول عن الري وعن الصرف، مسؤول في الزراعه، مسؤول مسؤوليه كامله ان انت تنفذ سياسه الدوله. اي مسؤول بيقصر في دوره، انت النهارده بتشتغل ضد المنظومه العامه اللي الدوله بتوليها للقطاع الزراعي. ده فعلا ده اللي بيحصل. ما نقولش اصل امكانيات، ما نقولش اصل لسه في اعتمادات، انت النهارده عندك ادوات بتشتغل بيها، لازم تنفذ المهمة اللي انت منوط بيها. حاضر يا حاج عادل، وانا هتابع لك دلوقتي. استاذ عزيز، احنا عندنا كده مشكلة في الفيوم، بحر كفر محفوظ او اللي هو بيسميه انيلا، المية من 80 يوم، كان خد ميعاد مع السيد وكيل الوزراء وراح له، قالوا له في مصر. يعني اصل احنا المفروض يعني نقول له، احنا يقول له في القاهرة، يكون في بديل، يشوف مشكلة الراجل ده ويطمنه يحلها له. المعاينه اللي هو بيقول تعالوا اعملوها لي، مش احنا المفروض نعملها؟ احنا دورنا ان احنا ننزل ونعمل ونصور، مفيش مشكله. بس مسؤول داخل وزاره الري يبقى لازم ارضه، يبقى في مهندس من عنده بينزل يعمل معاينه للمشكله على الطبيعه. جريان وسريان المياه، ارض عطشانه او ارض فيها ميه زائده، يعني انت عندنا مشكلتين عكس بعض تماما في الفيوم وفي البحيره. حاج احمد يقول لك الميه ما وصلتش من 80 يوم، الحاج عادل بيقول لك مجرد ما سقيت القمح من يومين وشويه الهواء اللي جم دول الميه سبتت في مكانها وحصل عندي رؤاد. هنا عطش وهنا جفاف. فاحنا دلوقتي احنا بنتكلم على حلول سريعه، احنا بنطالب ان احنا نحافظ على مجهود بيقوم بيه الفلاح وبتقوم بيه الدوله، ده مش مجهود الفلاح فقط، مع ان مجهود الفلاح نقدره ونسمنه ليه اولويه كبرى في الدوله. لكن انت النهارده عندك استراتيجيه وخطه للاكتفاء الذاتي من المحاصيل. تنفيذها بيتطلب ان كل الجهات تكون متعاونه وتشتغل وتكون ايد واحده. تنفيذها ان احنا ننتبه ان احنا عندنا مشاكل مسكوت عنها من سنين طويله، وان الاوان ان هي تتحل. يا استاذ عزيز، قبل ما اخد المداخله دي، الساده وكلاء الوزراء كلمتهم؟ طب معاهم، اتصل على لما يردوا، يعني يا ريت نرد.